ابو فالح يا الربع يوم من الايام كان مداوم وانا عند البل واصور في السنابات على انه مطر وجو خيالي واصور البل ويدخل علي في الخاص قال ابو مسفر لا تصور في السناب تراني مداوم ومجودني مدير الدوام ولا بفكر قلت على خشمي ولا خلاني الجو امسك السنابات كل شيء انا مصور وفقال لا تشقي عيوني بالسنابات يا شخبوط اسلم مثل ما تفضل ابو مسفر انا هاجسي من اللي تلول ما هو مضبوط مداوم وتبدي من هل المدن من دبله ما غير تصكك تني العايف المربوط ولا فيه شيء يطرب العين واطرب له لا تشكي عيوني بالسنابات يا شخبوط ترى عاد نفسي في المجاهيم من هبله لجت مجهما فيها على الذود زود ونوط واللي شافها رعى البل تعيفه فبله وقار الفياض ومن وتلي على هضغوط وحتى مواطيها تزين بها العبلة لها الحب الأول والغلا الوافر المصفوط وشوقي لها أكثر من غلا عنتر العبلة غلاها ملك قلبي بصك وعليها شروط ويحبها والله لا بعده ولا قلب سلام عليكم الله يصح عبدانكم الله يطول عمرك.